بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى سعاده النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبه انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدوره ثانيه في الجلسه الاجرائيه للبرلمان العربي التي عقدها بمقر جامعه الدول العربيه بالقاهره. وعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تهانيه الخالصه له على الثقه التي يولاه اياها اعضاء البرلمان العربي. والتي تعكس ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءات وخبرات مشهودة لتولي مختلف المناصب والمسؤوليات على المستوى العربي والدولي، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه.